فيهاش الموسم الماضي. انا ما زلت مدرب في نجم المتلوي واتصلوا بي يعني مسؤولي الملعب التونسي، ومن بعد تواصلت الاتصالات حتى لما خرجت، يعني كنت خارج تونس كنت في فرنسا وكان الاتصال ديما موجود مع رئيس النادي. دونك تحس لي الناس هذم حاجتهم بيك والناس هذم عندهم ثقة في إمكانياتك، وأكيد تعرف أنت ثقة المدرب يستمدها من ثقة الناس خاصة المسؤولين اللي مشرفين على الفريق فيه. دونك هذم هما لي ريزون. أون بليس جمهور الملعب التونسي نعرف اللي عنده جمهور كبير، اللي ناقص ممكن انه الفريق يكون في مستوى النادي، معناتها النادي نعرفوا الملعب التونسي يعني نادي عريق، اللي فقدوا في الموسم الأخيرة انه الفريق نتاعو ما كانش في مستوى اسم وهيبة النادي. ان شاء الله اخويا بتكاتف جهود الناس كل كسوى اطار فني ولا مسؤولين ولا جمهور وخاصة اللاعبين وبالطبيعة نرجعوا الاشعاع للفريق هذا ونعملوا موسم استثنائي ان شاء الله. المسؤولين حبوا هكا وهذه حاجة باهية، وتعرف اللي يحب يعمل موسم ناجح يلزم يبدا كل شيء على بكري. تقريبا الملعب التونسي اول فريق يعني تعاقد مع اطار فني، ومن وقتها ملي صار الاتصال وصار الاتفاق النهائي بدينا نخدموا على رواحنا. من الجمعه الاولى ولا الجمعه الثانيه نتاع شهر رمضان خذينا 5 لاعبين، خذينا عملنا انتدابات مدروسه، ديريكريت موسيبلي. ان شاء الله في الايام القادمه مازالوا 2 لاعبين ان شاء الله يجيو باش هكا يكون عندنا انيكيليبر على مستوى زاد البشري. رأس حربة وفما إمكانية كبيرة باش يكون فما لاعب رواق، يعني لاعب وسط ميدان هجومي إن شاء الله. معروف الملعب التونسي بالألقاب، يعني الألقاب بعد مدة طويلة تهزت مع جلال بن عيسى، خذا الفريق الموسم الفارط وتلعب به الناسيونال أ، يعني كل الظروف تخليك تخدم مرتاح وتخليك تخدم وباش تعمل معناها حاجات باهية، خاصة الوليدات اللي موجودين في الستاد تونيزيان، فيهم الكبير وفيهم الصغير. نحاولوا كيفاش نأطروا الصغار والكبار يحاولوا يعاونونا زاد باش نأطروا الصغار. لي الحقيقه بيبينير كبيره في الملعب التونسي من اللاعبين، وديجا كي تشوف الجروب الموجود توا فما على الاقل 10 لاعبين، فيهم 8-7 من عام 98، فيهم واحد من عام 99، فيهم من عام 97، يعني جينيرالمون تلقى 3-4 جوار كبار. الملعبية ان شاء الله نعديو موسم باهي، ولحد الان ظروف الكل متاحه باش نعديو موسم باهي ان شاء الله القادم افضل. هي في الاحباء والجمهور الملعب التونسي، التيحه نتاع ستاد تونيزيان الناسيونال بي رجعت برشا عباد، رجعت برشا جمهور، يعني كي تشوف انت الموسم الفارط الجماهير الموجوده اكثر اللي موجوده في الناسيونال ان شاء الله يقعدوا هذوكم ويزيدوا يجيوا ناس اخرين. ونحب نقول لهم راهو ستاد تونيزيان الان في اكثر وقت في حاجه ليكم باش تعاونوها، يعني كسوا ماديا ولا كسوا معنويا، وتجيو تشجعوا اللاعبين، خاصه عندنا لاعبين صغار كيرا جمهور شي يولي موتيفي ويعطي اكثر. وان شاء الله ان شاء الله نوعدوهم ان شاء الله موسم ممتاز ان شاء الله. معاك في اللي تحبه اورانج.